نعم، كم ملاحظة ما ذكرناها أنه هنا بالسؤال مهمة جدا، كانت طريقة الاندترمين كوفيشن. طبعا نعرف بها ثلاث كاتيجوريز، يعني اكو اكسبونينشال وتفريعات بي ثلاث شروط، واكو ساين كوساين هاي ما بيها بس معادلة، واكو المعادلة الدرجة الأولى أو الثانية، يعني اكس زائد 2 أو 2 اكس تربيع زائد اكس زائد يعني 2 وهكذا، وهي بها هم ثلاث شروط تعتمد على الصفر إذا هو روت أو دبل روت أو مو روت. هنا بالـ e to the ناقص x وصلنا إلى هنا الـ r. شنو هو دبل روت؟ شلون عرفنا دبل روت الـ r؟ هنا الـ r1 والـ r2 يساوي ناقص واحد، منين؟ من هاي المعادلة. زين، هذا على أي أساس قلنا دبل روت؟ على أساس أنه الـ e to the ناقص x هذه تساويها المن؟ تساويها الى هاي، الى هاي تساوي الى e to the rx، يعني e to the ناقص x تساوي e to the rx، واذا تساوت الاساسات تساوت الاسس، اذا ناقص x يساوي rx، اذا ال r يساوي ناقص واحد. انت تحذف الاكس من الطرفين يصير الار ناقص واحد، اذا الار صار ناقص واحد، هذا الناقص واحد تشوفه هل هو روت او سنجل روت او دبل روت؟ هنا هاي كانت الملاحظه اللي ما انحكيت مهمه جدا. هنا هذا قبل لا تبدي، يعني بالمرتبه الثانيه، انت اول مره بالفيرست ستيب تسوي هوموجينيس وتستخرج ار1 وار2، بالسكند ستيب شوف الاي تو ذا، شوف الار مالتك شنو هذا الار، لانه هاي تعتمد على الاكسبونشال، فلازم تستخرج ار اول مره. فالار اللي تستخرجه شلون؟ منها تقول اي تو ذا ناقص اكس تساوي اي تو ذا ار اكس، اذا الار اكس تساوي ناقص اكس، اذا الاكس يعني اذا تساوت الاساسات تساوت الاسس، تحذف الاي تقول ناقص اكس تساوي ار اكس، اذا الار تساوي ناقص واحد، يعني الاكس من هذا من الطرفين. اذا الار ناقص واحد، تجي تشوف هذا الناقص واحد ويا الروتس اللي طلعتهن هل هو موجود لو لا؟ اي نعم موجود. زين، موجود دبل دبل، اذا هو دبل. فهاي كانت ملاحظه مهمه جدا. البقيه يعني الاسئله اللي موجوده مثلا هذا السؤال حله بالفاريشن اوف بارامترز، ايضا امين ستيبس يعني تمشي، وبها انا مفصل لكم اكو تفصيلات يعني شلون صارت الحل يو دي في كذا غيرها، هذه همين اكو تفصيل بها هنا اشرحها على صفحه اوضح لكم التكامل، ولو انتم المفروض هذا تعرفوه يعني من صف اول جايين جاهزين، اذا انتم ما يعني خلينا نقول ناسين انا مسوي لكم تفصيل هنا. وهنا عندنا سؤال بهم اكس بس الاندترمايند كوفيشنت نفس الطريقه، هذا الاكس من ياك كاتيجوري الثالث، فتشوف الروت تقارنه ويا الصفر، الروتس اللي راح يطلع عندني تقارنهن ويا الصفر، اذا هذا مو روت الصفر، تاخذ المعادله اللي خاصه به وتمشي بالحل وهكذا. هنا ساين دي تربيع دي اكس تربيع يساوي ساين على جماعه الساين، فاريشن اوف بارامترز تشتغلها على طريقه الفاريشن اللي هي في داش 1 وفي داش 2 تكاملين وهكذا، انشرحت يعني الطريقه. هنا شرح للتكاملات، لان عاده التكاملات مزعجه فيحتاج لها تفصيل، هذه هم شارحها على صفحه شنو اللي صار، وهذه هم كاتب لكم عليها مثلا النقل للجهه اليسرى كذا، هنا الفي 1 هنا هذا في 1، فكل التفاصيل هذه مذكوره بها. شوف انتجريشن باي بارتس اكتب يعني الشرح الخاص بها اوضحها. هذا السؤال همين بواسطه الاندترمايند كوفيشنت اللي هو بالساين اكس على جماعه الساين والكوساين تروح. شوف ساين اكس هنا الكي واحد، فمن نجي الواي بي اي كوساين كي وين راح هسه اقول لي الكي استاذ؟ اقول لي الكي يساوي واحد، هذه تمشي بها همين وتعوضها وهكذا. هنا السؤال اللي هو هذا ما مذكور به الطريقه، بس اعتقد يعني شوف الحل يا طريقه حاله حاله بال طريقة الاندترمايند كوفيشنت، شلون ينحل بالاندترمايند اكس زائد 2؟ تجي تشوف الصفر ويا الار1 والار2، الار1 والار2 اصلا هن ايماجينري طبعا من النوع الثالث فما موجود، تختارها من المعادلة الخاصة به وتمشي بالحل. هنا عندنا سؤال همين ناقص 3 من مجموعة
هذه اكو حل يعني هو حالها بطريقه اخرى، انت حل بالطريقه اللي تعرفها، هاي هسه تقول هاي شلون يعني مو بالطريقه اللي قايل لي اياها، اي صح هذا حل اخر هم يعني يصير صحيح، هذا حل مختصر يعني مرات يصير اكو حل انا اختصر بالحل، فانت امشي بالطريقه اللي انت تشوفها، فيعتبر انت لك هذا مثل الهوم ورك، مو هوم ورك نقول مثل الهوم ورك، ان شاء الله هسه انزل لكم هوم وركات يعني ورا هاي المحاضره في شيء وحدها، وهذه نفس الحاله همي سؤال ب 2 اكس ناقص 3 حالي بالاندترمايند، شوف جس مدام جس يعني هو بال انت تقدر تروح على الطريقه مالتك اللي علمتك عليها انه هاي بالخانه الثالثه جماعه المعادلات اللي بيها اكس تربيع او اكس وحدها وتختار لها الواي بي، طبعا يطلع نفس الناتج اذا تحاول وتشوفها تحلها بيدك مره ثانيه. نعم هذا عندنا، هاي شنو هذا السؤال اللي هو ها ساين بي جماعه الساين يا اما ينحل بالطريقه هاي او الطريقه الثانيه اثنينهم. اوكي اسئله كثيره جدا هنا اكس تربيع همين تحلها بالاسلوب اللي المشروع، هنا كوساين 3 اكس وهكذا اسئله كثيره جدا، بس اكو هذا نفس الشيء اي تو ذا 2 اكس، هواي هواي اسئله محلوله تقدر تتابعها وتقدر تحلها وحدك وتشوفها شلون انحلت، يعني هذا هم سؤال اخر، اسئله كثيره جدا واسعه اني واي هواي خال اسئله. هنا فكره بهذا السؤال هذا ركز لي عليه صفحه 57، شنو فكرته؟ انه الاف اكس عباره عن داوال الاثنين داله اكسبونشال اكس وداله اكس تربيع، فهاي الداله الاي تو ذا اكس تروح الروت مالتها تاخذ لها واي بي 1 تصير الواي بي هي واي بي 1 زائد واي بي 2، فواي بي 1 هو هذا شوف واي بي 1 زائد واي بي 2، واي بي 1 اللي هو شنو يتبع الاي تو ذا اكس، فتشوف الاي تو ذا اكس مالتك هنا واي تو ذا ار اكس، اذا الار واحد بتشوف الار واحد اوكي دبل يعني الواحد هنا لا زائد ناقص يعني بس واحد سنجل، فهذا سنجل روت تختار الواي بي اي اكس اي تو ذا اكس، شوف هذه اي اكس اي تو ذا اكس وهذه الاكس تربيع تختار لها هاي، ليش؟ لان الصفر ما موجود، الصفر ما موجود بالروت فتختار لها بي اكس تربيع زائد سي اكس زائد تي، فتصير عندك الواي بي هي اثنين تجمع لها واي بي 1 زائد واي بي 2، هاي فكره السؤال هاي بي فكره وهكذا تستمر بعدين حط طبيعي انه واي داش بي واي داش واي دبل داش وتعوض وتلقي الكابيتال اي والكابيتال بي والكابيتال سي، هاي نفس الطريقه همين حاط اثنين يعني اكو عندك هذه الواي بي 1 وهاي واي بي 2 تصير، هاي انشرحت بعد هنا لا ما عندك واي بي 1 واي بي 2 واي بي 1 وتمشي تحل السؤال، اوكي اسئله كثيره جدا طبعا اكو هاي سؤال لاخر محلول، هذا هم يعني من النوع اللي اثنين عندك واي بي 1 واي بي 2، هذا اي تو ذا اكس واي بي 1 واي بي 2 هم يعني او هاي محلول لا طريقه الفاريشن اوف بارامترز اوكي، وبعدين بالاندترمايند حاله وشوف واي بي 1 واي بي 2 هنا الاي ما تخلي الاي تخلي بي الثانيه تخليها بي على مود ما يصير يعني نفس الاي تعيدها مرتين، ساي تنتبه لها شوف هاي اي اكس هنا بي اي اكس يعني الاي ما يصير تنعاد مرتين على مود واحد ما يعرف يحل تصير هوسه عليه شلون اي اثنين، ووصلنا للهاير اوردر نون هاير اوردر لينير ايكويشنز وذ كونستنت كوفيشنتس، هاي خليها فيديو وحدها على مود تنشرح عدل.